أكدت الممثلة العمانية زارا البلوشي مجدداً إنها تزوجت من دون ما تكشف هوية عريسها، وهالشي خلى متابعينا يشكوا بحقيقة زواجها. وقالت متابعة لزارا: كل صورك مع بنت، وين زوجك؟ ردت عليها زارا وقالت لها: موجود معي، شو بتقصدي؟ وكانت ردت زارا على متابعة تانية وقالت لها: زوجي عم يهتم بتجهيز البيت، واللي رح يكون خاص كتير وكبير، بس بده البيت 6 شهور ليصير جاهز، وأنا هلأ ساكنة بشقة أجار. وكملت زارا كلامها وقالت: إذا صورت زوجي بيقولوا طوشتنا بزوجة، عيب، هيدي خصوصيات، ما رح أخلص من كلامكن. وكانت زارا المقيمة بالسعودية شاركت متابعينا على صفحتها مرحلة التحضير لزواجها، وأكدت زارا إنها فرحانة بهالتجربة اللي عم بتخوضها للمرة الثانية من بعد ما كانت تزوجت أول مرة سنة 2014 من المخرج السعودي سمير عارف، بس انفصلوا عن بعضهم بسنة 2019. لتعرفوا كل الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.